تنفيذا لتوجيهات لجنة الأمر الديواني في مجلس الوزراء حول تدريب المنسقين الصحيين في المدارس، أقام قسم الصحة المدرسية في دائرة صحة صلاح الدين بالتنسيق مع مديرية تربية المحافظة دورة لإعداد قادة من المنسقين الصحيين، وتركز الدورة على عدة أمراض تهم الطلبة منها فحص البصر والسمع والإسعافات الأولية، وذلك حفاظا على البيئة التعليمية بعموم أقضية المحافظة. استنادا لتوصيات لجنة الأمر الديواني لمجلس الوزراء حول تدريب المنسقين الصحيين من قبل كوادر الصحة المدرسية على خطة المنسق الصحي، تقيم دائرة الصحة صلاح الدين قسم الصحة العامة شعبة الصحة المدرسية بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية صلاح الدين دورة إعداد قادم من المنسقين الصحيين في مختلف أقسام تربية المحافظة ومرشحين رسميا من قبل وزارة التربية. التدريب يشمل 20 منسق صحي ولمدة 3 أيام حول مفهوم ومبررات برنامج الصحة المدرسية وخطة المنسق الصحي، وسيتم شرح الأمراض والأمراض ضعف البصر والمشاكل السمعية والنفسية للطلبة، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية، وسيتم شرح أهم المشاكل الصحية الطارئة التي يعاني منها الطلبة أثناء المدارس مثل الجروح والرعاف وغيرها من الحالات الطارئة التي تتوجب عناية صحية سريعة قبل إحالتهم إلى المراكز الصحية. تعاون مع دائرة صحة صلاح الدين تم تنفيذ دورة، طبعا هذا اليوم الأول، لمدة 3 أيام لإعداد مدربين حول تدريبهم المنسقين الصحيين في عموم أقضية المحافظة وتعريفهم بعمل المنسق الصحي في داخل المدرسة وما مدى أهمية المنسق الصحي وارتباطه بالجهات المعنية يعني مثل الصحة والتربية، ونقل كل التفاصيل والمعلومات اللي تخص المنسق الصحي.